نتيجة الشدة المطرية التي حدثت يومي الجمعة والسبت، فقد تم كما رأيتم ارتفاع منسوب مياه في المنطقة، وتم غمر معظم أو كثير من بيوت هذه القرية بني نعيم بالإضافة إلى قرى أخرى. ومنذ تلك اللحظة تابعت محافظة طرطوس إتمام كافة الإجراءات، مثل ما شفت اليوم نحن هلا كنا عم نتابع عمل موارد مائية، أيضا عم نتابع عمل الهلال الأحمر للبرنامج استجابي للحدث الذي تم، للكارثة خليني أقول التي تمت. رح نتابع أيضا رفع الأضرار الزراعية وإحصائها، بالإضافة إلى تسليك كافة الممرات المائية والعبارات والأنهار الصغيرة الموجودة، وتدارك أي حدث أو خطر ممكن يحدث، خصوصا أنه لازال المنخفض في أوجه ونحن مثل ما شايفين تحت المطر. قمنا بإجراءات إسعافية معيشية، يعني سلة غذائية، سلة مفروشات، سلة صحية، حالة إسعافية فقط معيشية، يعني لبينما يتم حصر الأضرار. كوادر وآليات المديرية الموارد المائية وضعت في أتم الجاهزية على مدار الساعة خلال الموجة الفيضانية. قمنا بالمباشرة في منطقة بني نعيم بإرسال الآليات لفك الاختناقات وتنظيف العبارات وإزالة السواتر ومناطق الطمي التي وصلت إلى الطرقات، وتصريف مناطق اللي حوت على أمطار غزيرة بالقرب من المنازل السكانية، وحفر خنادق تصريف باتجاه المصارف الرئيسية لنا. ونحن مستمرون على مدار الساعة لتقديم المؤازرة وتقديم تصريف كافة المياه الأمطار للمواطنين.